أوضحت الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي في برنامج مجتمع واعي، أوضحت أهمية وجود نظام إلكتروني لتتبع توريد الدواء من بداية إنتاجه في المصنع وحتى وصوله إلى المريض. الآن احنا نعرف ان كل دواء يدخل لأي بلد عليه اللي احنا نسميها الباركود او هذه الخطوط اللي انتم تشوفونها على اي منتج. هذه الباركود جدا مهم لان هذا يمنع دخول اي منتجات مزورة، واحنا القصد من تطبيق هذه السلسلة ان نتأكد ان هذا الدواء انتج في المصنع الفلاني وانتج تحت هذه رقم تشغيلة معينة وتاريخ انتهاء ايضا محدد في هذا الباركود. فلما يوصل مملكة البحرين ونتبع عبر المصنع اللي صنعه الى وصل الى الجمارك، الى الوكيل اللي خذاه، الى المخزن اللي خزن فيه، الى الصيدلية اللي بتبيعه، الى الشخص اللي بيشتري، فانا على علم واتتبع هذا الدواء من مصدره الأساسي، فبالتالي أنا أمنع دخول أي أدوية مزورة. ثانياً أنا لو صار في خلل في الدواء في الإنتاج في المصنع، المصنع يقدر يخطرني أن هذه الباتش نمبر وهذه التشغيلة اللي صنعتها وديتها مملكة البحرين ترى فيها خلل، أقدر أسحبها من الأسواق، أعرف أي واحد دخل، وأيضاً عندي علم على متى ينتهي الدواء، فبالتالي لا تباع أدوية منتهية للمرضى. فهذه مختصر أهمية تطبيق هذا البرنامج الشامل في مملكة البحرين.